ندين هذه المؤامرة الدولية التي حيكت ضد شخصية القائد عبد الله أوجلان. طبعا المؤامرة كانت كبيرة في حجمها. ليش هذه المؤامرة؟ ليش مشاركة كل هذه الدول يعني؟ طبعا السؤال قد يكون مستغرب بنفس الوقت. يعني هذه الأنظمة السلطوية المعنية بالدول الرأسمالية بنفس الوقت هي ترى أن منطقة الشرق الأوسط تابعة لها، وهذه المنطقة يجب أن تكون تحت سيطرتها بشكل دائم من جميع النواحي السياسية، اقتصادية، عسكرية وما شابه ذلك. لكن مقاومات المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، أصبحت بدون إرادة وليست بإمكانها، وحتى الأنظمة الموجودة ليست بإرادتها أن تمثل نفسها. فإذا الأنظمة ما عندها الإمكانيات، ما عندها الإرادة تمثل إرادتها، فكيف للمجتمع الموجود في هذه البقعة الجغرافية الكبيرة على مستوى العالمي؟ طبعا سابقا كان هناك معسكرين، معسكر الاشتراكي يعرف بحلف وارسو، ومعسكر أمريكي يعرف بحلف الناتو. مع انهيار الحلف وارسو سيطر حلف الناتو بقيادة أمريكا على المنطقة، ومن أجل تمكين هذه القوة وفرضها على إرادة شعوب في منطقة الشرق الأوسط لقت صعوبات حقيقة. الصعوبات اللي هي طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لقت صعوبات، الصعوبات اللي هي موجودة في المنطقة واللي مثلا اللي أصبحت حاجزا قدام هل مداخلات الأجنبية على المنطقة، اللي هي وجود ثورة من خلال شخصية القائد عبد الله أوجلان. هناك فكر جديد، هناك فلسفة جديدة، هناك إرادة تتكلم بين هذه المجتمعات في المنطقة، تقوم بتجميع الثقافات الموجودة في المنطقة من خلال بناء ثورة حسب مبادئ القيم والمعايير الثورية المجتمعية الخلاقة. فمباشرة يعني هذه الدول الرأسمالية تحركت، وليس نية الأتراك أن تقوم بأي حركة ما، لكن القوى الرأسمالية المهيمنة على المنطقة هي التي تحركت، ولكن باسم الفاشية التركية للقضاء على هذه الثورة، للقضاء على هذه المعايير، للقضاء على هذه الثقافات، للقضاء على كل المجتمعات اللي عم تناضل من أجل أن تكون صاحبة الإرادة. فاجتمعت هذه القوى أكثر من مرة، وهذه القوى دعمت ووقفت بجانب الفاشية التركية منذ أولى الأيام الثورة التحررية الوطنية الكردستانية، منذ إلقاء أول خطوة اللي قام بها القائد عبد الله أوجلان بتشكيل مجموعة أيديولوجية فكرية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، بناء مجتمع يجمع كل هالثقافات مع بعضها البعض لتنعش وتعيش بإرادة حرة وبكرامة. فكل هذه الدول وقفت مع تركيا، ولكون تركيا عضوة في الحلف الناتو دائما لها شكاوي للأتراك، دائما يشكون من الكرد، يشكون من العرب، يشكون من اليونانيين، يشكون من الأرمن، يشكون حتى من البحر يشكون. يعني السبب لأن تركيا والذهنية الفاشية الموجودة في تركيا هي الذهنية العثمانية، والذهنية العثمانية هي ذهنية المذابح، ذهنية المجازر، ذهنية مبنية على أساس الحقد والكراهية ضد الشعوب. فدول ناتو يبدو غرروا بهذه المفاهيم، غرروا بهذه الذهنيات من أجل مصالحهم، هم من أجل مصالحهم. فدعموا الفاشية التركية، دعموا الحكومات المتعاقبة في تركيا لضرب إرادة الشعوب من خلال
تنظيم هذه المؤامرة الدولية. فعلا يعني المؤامرة لم تبدأ من 9 أكتوبر 1998، بال 96 كان في عمليات تفجير مفخخات، محاولة مستهدفين الشخص القائد عبد الله الأوجلان. في لبنان كان هناك ضغوطات على الحركة، على شخصية القائد عبد الله أوجلان، يعني لأن القائد عبد الله أوجلان اتجه نحو الشرق الأوسط، لم يتجه نحو الغرب منذ البداية. فاتجاهه نحو الشرق يعني بناء مجتمع، يعني تجميع الثقافات، يعني الضرب وإنهاء سياسة الإنكار. هاي كانت غاية القائد عبد الله أوجلان، وبناء الثورة أساس بناء أي ثورة، وأي ثورة تنبع من منطقة الشرق الأوسط. فالقائد عندما اتجه إلى هذه المنطقة فعلا عطى أمل لكل المجتمعات وكل الناس، وكل التقى، والقائد التقى وكان له تأثير كبير في المنطقة، في الدول بلاد الشام، حتى في البلدان الأفريقية، يعني وبقيادته للثورة وللحركة التحررية الوطنية، وكان له تأثير كبير بين الأوساط السياسية. فهذه الدول رأت نفسها أنه عاجزة عن اقتحام المنطقة، رأت نفسها عاجزة وسوف تفشل في سياساتها إن لن تقوم بإزالة هكذا الحواجز. فعلا فلسفة القائد عبد الله أوجلان، مواقف القائد عبد الله أوجلان، السياسة اللي عم يتبع، السياسة الأخلاقية اللي عم تبنيها القائد عبد الله أوجلان، وإرادة المجتمعات المتكاتفة، هذا بحد ذاته يعتبر درعا قويا لحماية الثقافات والمجتمعات في المنطقة. فقاموا يعني بترتيب لهذه المؤامرة، قامت عدة زيارات مكوكية دبلوماسية بين هذه الدول، بين تركيا ومصر، بين تركيا وإيران، بين إيران ومصر، بين أمريكا وألمانيا، بين إسبانيا وإسرائيل وتركيا وهكذا. يعني كان مثل ما بقولوا يعني الترافيك الدبلوماسي كان يعني مستمر بشكل دائم، ولكن نتيجة هذه الحركات والجولات الدبلوماسية كانت هي عملية للتجهيز بمخطط بقيام بالمؤامرة. أما ضد من؟ لا أحد كان يعلم، إلا عندما أعلنوا الأتراك بأنهم سوف يقضون على حركة تحررية الكردستانية، يطالبون القائد عبد الله أوجلان حيا من الدول المنطقة، إن كان سوريا إن كان لبنان. فهذه التصريحات وهذه التهديدات من قبل الحكام الفاشين في تركيا للدول المجاورة هي التي أثارت ضجة سياسية كبيرة، وانكشفت القناع عن عدد من الدول التي لعبت دورها السياسية بعملية القرصنة، سميت بعملية القرصنة الدولية لأنه خارج إطار القانوني والحقوقي. يعني القائد عندما خرج من المنطقة في 9 أكتوبر 1998، يعني بإرادته خرج، بإرادته طلع. يعني لو شخص آخر كان قال أنا ما راح أطلع من هون، أنا راح أبقى هون، لكن بإرادته الأخلاقية بمعاييره والقيم الإنسانية خرج من هذه المنطقة، اتجه نحو الغرب لعل والعسل لإيجاد قنوات للسلام والديمقراطية، بحثا عن الحلول الجذرية للقضايا المتعلقة في المنطقة وعلى رأسها القضية الكردية. حقيقة هذه الدول لم تصل إلى أهدافها. الكرد يعيشون، والبراديغما القائد عبد الله أوجلان أصبحت لها تأثير ليس على مستوى المنطقة إنما على مستوى العالم، وجميع المكونات وجميع الثقافات الموجودة التفت نحو هذه الفلسفة، والعديد من المنظمات الحقوقية والديمقراطية والحركات اليسارية والمنظمات المجتمع المدني والأحرار في العالم والثوريين في العالم والمجتمعات ذات القيم الأخلاقية ساندوا هذه الفلسفة. لكن دليل على شو؟ دليل على أنه المؤامرة لم تصل إلى نتيجة المرجوة،
والناحية الأخرى القائد عبد الله أوجلان في سجن الإمرالي حول السجن إلى مركز للعلم، مركز للثقافة، مركز للأخلاق، مركز لحرية المجتمعات، لحرية المرأة، لحرية الشبيبة. يعني صحيح صار 24 سنة القائد موجود في السجن، لكن تعتبر هذه من أكبر وأقوى المقاومات في العالم. ليش؟ لأني الوحيد في العالم عم بيقاوم في داخل السجن، لا يملك شيئا ولكن يملك إرادة، يملك الجرأة، يملك الجسارة، يملك إرادة المجتمعات من أجل الحرية، يناضل ويقاوم ويضحي بكل ما لديه من أجل حرية الشعوب، من أجل حرية هذه المنطقة، ولدحر الإرهاب ودحر هذه الأنظمة السلطوية المهيمنة التي تحاول إعادة هيمنتها على المنطقة. هاي بحد ذاتها تعتبر، هالمقاومة بحد ذاتها تعتبر يعني إنجاز حققته مقاومة القائد عبد الله أوجلان تجاه هذه المؤامرة. فأين الرجال الذين قاموا بتوقيع هذه المؤامرة؟ أين هذه الرجال؟ أين أصحاب هذه السياسات القذرة؟ أين هذه الشخصيات من توني بلير، من كلينتون، من شارون، ومن أجاويد، ومن حسني مبارك، ومن خاتمي، وهكذا، ومن شويدر الألماني؟ يعني عديد من الرؤساء العالم اتفقوا على هذه المؤامرة وحركوا شبكاتهم الاستخباراتية ضد إرادة القائد عبد الله أوجلان، ضد إرادة الشعوب، الممثل لإرادة الشعوب. فأين هؤلاء؟ هذه الدول بعد 24 عاما اليوم يبدو عم تنبط حظها أنه ليش لعبت بهالمؤامرة. فانظر ماذا يحدث فيهم. هذه الدول أصبحت أنظمة ديكتاتورية في النهاية، وهذه الأنظمة الديكتاتورية إن كانت في المنطقة وإن كانت في الدول الغربية تحولوا إلى حكومات حرب، جميعهم تحولوا إلى حكومات الحرب. اليوم حرب شاملة على مستوى العالمي، على مستوى المنطقة. من يدير الحرب؟ هذه الحكومات تدير الحرب، وهذه الحكومات نفسها هي تعيش في حالة أزمة خانقة بداخلها، وتعيش تناقضات مع بعضها البعض، وتعيش على أوتار العداوة بين بعضهم البعض. على سبيل المثال الوضع التركي والوضع اليوناني، الوضع التركي الوضع الأمريكي، الوضع التركي الوضع الروسي، التركي مع إسرائيل. يعني ما في ثقة، ما عاد في ثقة بين هذه الدول. هذه الدول بدأت تتلاشى، هذه الحكومات تتلاشى، بدأت تخاف من انهيارها، تخشى من انهيارها. نتيجة شو؟ نتيجة السياسات الخاطئة، نتيجة السياسات اللا أخلاقية، نتيجة أن السياسات عم بيدعموا الروح الفاشية في مواجهة إرادة الشعوب. طبعا هني بيقولوا أن نحن بحلف مشترك، قواتنا مشتركة، سياساتنا مشتركة، لكن ما في حدا بيقول لك إذا كانت السياسة خاطئة تدعم السياسة الخاطئة كمان. إذا السياسة قاتلة صاحبة المجازر والسياسة قذرة تجي تدعم هالسياسة القذرة كمان، ما حدا بيقول لك. لكن إذا كانت مصالحك بتود بتجبرك أنه تدعم هالفاشية هاي، وانظر إلى وضعك اليوم، وانظر إلى الوضع الشعوب في المنطقة، وانظر إلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان بعد 24 عاما من الأسر. يعني هناك العديد من الجهات اليوم تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان. على سبيل المثال نحن اليوم موجودين بهذا الاجتماع، هذا الملتقى على مستوى الشرق الأوسط منعقد اليوم بالرقة، لكن الجميع ماذا يناقش؟ لا أحد يناقش المؤامرة. صحيح هي من أجل المؤامرة، لكن الجميع يناقشون مشروع القائد عبد الله أوجلان، المشروع الناجح، المشروع المناسب اللي تنوجد في جوهرية السلام، تنوجد في جوهرية الأخوة، تنوجد في سلامة قنوات الديمقراطية من أجل حل كل المشاكل العالقة في المنطقة. فأين هذه الحكومات الثانية من السلام، من الديمقراطية؟ السلام معدومة. طالما هن حكومات حرب فالسلام بيكون معدوم، سلام قنوات السلام تكون مغلقة. لكن السلام الموجود اليوم، السلام الموجود في إمرالي، الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، يعني فتح قناة جديد
للسلام والديمقراطية من خلال شخصية القائد عبد الله أوجلان. هاي الشعوب هاي كلها تستفيد من هالسلام هذا، والحوار بيبدأ من خلال السلام، والعلاقات والاتفاقات تبدأ من خلال السلام والأمن والاستقرار، يعني بيجي من وراها. لكن للأسف هذه الدول ما زالت يعني تنظر على نفسها أنه هي قادرة على كل شيء، ولا العديد من الدول بعد السوفيت انهاروا يعني، ووضع منطقة أمام عيوننا. وضع إيران اليوم فقدت السيطرة على المدن، فقدت السيطرة على البلدات. نتيجة شو؟ نتيجة أنه بدأت تقمع المرأة، بدأت تقمع وتنهي الشعوب. اليوم مرأة عم تقود الثورة من خلال فلسفة القائد عبد الله أوجلان. مرأة هي اللي عم تقود، هي اللي عم تكافح، هي عم تلعب دور القيادي والطليعي في ثورات الشرق الأوسط يعني. فهذه ميزة جديدة. وين هذه الميزة انوجدت؟ ضمن فلسفة القائد عبد الله أوجلان. لذلك نحن من خلال الاجتماع حسينا أنه هناك في دعم، ومن خلال أناس شخصيات انضموا إلى البرنامج عبر أونلاين، يعني هناك دعم وتأييد، وكل الجميع يرى بأن هذه الفلسفة صحيحة. وأنا باعتقادي ومؤمن بهالاعتقاد أنه الجميع عم بيناضلوا من أجل ترسيخ مبادئ وأخلاقيات هذه الفلسفة بين المجتمعات. فأين دور المؤامرة؟ إذن المؤامرة هنا تتلاشى، هنا تتفتت، هنا تنتهي المؤامرة. اليوم حروب طاحنة، لكن شيء اللي عم ببني حاله، عم ببني المجتمع، هذه الفلسفة التي تعتبر سياسة الخط الثالث، اللي هي من خلال تنظيم هذه المجتمعات وهذه الثقافات ضمن معايير حرب الشعب الثورية، ودور المرأة الطليعي هي الضمانة الحقيقية لانتصار، للوصول إلى الانتصار. يعني هو المؤامرة غير قانونية وخارج عن الحقوق، واعتقال القائد، يعني يوم اللي اعتقل القائد قال أنا لما أخذوني على تركيا استقبلتني امرأة عجوزة، قالت أنه نحن أنت هون معتقل تحت إشرافنا. المرأة كانت أجنبية، أعتقد من منظمة CPT، لم تكن تركية، لكن 24 عاما تجريد، انعزال، ما في زيارات. أين هذه المرأة؟ أين السياسات، أخلاقيات المنظمة CPT العالمية؟ يعني قانونيا وأخلاقيا إذا واحد معتقل بالسجن له زيارات، المحامين بيروحوا زيارات، لكن للأسف قانونيا تركيا عم تتحكم، قانونيا تركيا تتحكم، أخلاقيا المجتمع الدولي وبما فيها منظمات حقوقية لا تقوم بمسؤولياتها الأخلاقية. وهذا ما يتم من بعضهم البعض. يعني مثلا اليوم تركيا عم تفرض تجريد على القائد عبد الله، إيه هو بالسجن، التجريد ومنعي من الحقوق المدنية داخل السجن هو مجرد من الحقوق المدنية، والانعزال كذلك. يعني فما الغاية من التجريد والانعزال؟ إذن يحاول أنه يقطع الصلات، صوت القائد عن صوت المجتمعات والثقافات، هي يفصل بين القائد وبين الثورة وإرادة المجتمعات. بهالسياسات القذرة عم يتقربوا صوب القائد عبد الله أوجلان، يفصلوا الرأس عن الجسد. فهذه السياسات لن تقوم تركيا وحدها بهذه السياسات، هناك دول تدعم هذه السياسات، هذه الدول التي تساند هذه الفاشية وتساند هذا الإرهاب بنفس الوقت بداخل تركيا. ما الغاية منها من هذه السياسات؟ يعني شو إلى مصالح؟ يعني فأصلا هن منتهين. فاليوم مثلا آخر هالأيام الأخيرة فرضوا عقوبة الانضباطية، عقوبة انضباطية مشان شو؟ لأني وصلت الأمور، العالم وكل المجتمعات عم بيطالب بحرية القائد، بالإفراج عن القائد. وفي قوانين أنه بعد 25 بالسنة، بعد 25 من الاعتقال حسب القوانين الدولية في حق الأمل، أنه حق الأمل بيتم الإفراج عنه.
بس بشرط ما يكون عندهم مخالفات. مثلا هو بيطلع حق الأمل سنة الجاي حق الأمل يعني، والمحامين والمدافعين عن القائد عبد الله أوجلان وكلهم عم بيشتغلوا على حق الأمل. تركيا عم تفرض عليه عقوبة انضباطية، إنه في عقوبة انضباطية ما يشمل حق الأمل. شوف على السياسات هاي يعني. يعني للأسف شخص مثل القائد عبد الله أوجلان كل هذه الأعوام في السجن يعني، طبعا هذا نتيجة تهرب المنظمات الأمم المتحدة، تهرب المجتمع الدولي من مسؤولياته الأخلاقية. لو فعلا هما يحسوا بالمسؤولية الأخلاقية اتجاه حقوق الإنسان، اتجاه الإنسان المعتقل، اتجاه إنسان يمثل قائد، يمثل طليعة الشعوب، قادة الشعوب، يمثل ثورة، يمثل إرادة، فكيف لهذه الدول تبقى صامتة وساكنة وتدعم المواقف الفاشية التركية التي تقتل الشعوب وتنفذ المجازر وتقصف الكيماوي وتستخدم كل الصنوف الأسلحة من أجل دحر وتدمير المقاومة أو تدمير الروح الجماعية اللي التفوا حول القائد لحماية القائد. القائد عم بيحمي الشعوب من داخل السجن، والشعوب عم بيحموا فلسفة القائد عبد الله أوجلان. إذن شغلة أخلاقية، لكن أخلاقيين على المجتمع الدولي لازم يحس بأشياء ده. لكن للأسف لا مجتمع دولي ولا سي بي تي ولا منظمات الحقوقية ولا منظمات معنية بذات الشأن يعني صامتة يعني، ولم تتحرك. فهذه فعلا مشكلة للمجتمع الدولي. إذن هناك المشكلة الموجودة في المجتمع الدولي، لا تملك قانون، لا تملك حقوق. إذا تملك بعض القوانين وبعض المواد الحقوقية قد تكون وهمية، لأن المؤامرة أثبتت أن هذه الدول جميعهم الذين شاركوا في المؤامرة دول غير مرتبطة بالقوانين، يعني خرقت قوانين بلادها وخرقت قوانين القارات وخرقت كل القوانين من أجل تقديم خدمة للفاشية التركية. فعلا يعني جريمة، هي جريمة تاريخية، وهذه الجريمة يجب أن يحاسب المجرم عليها. فإذا تم المحاسبة فالكل سوف يدفعون الثمن. لماذا المحاكم الدولية، محكمة حقوق الإنسان والمحاكم الأوروبية والمحاكم العليا والمحاكم الجزائية، كل هالمحاكم موجودة في الدول إلى اليوم لم تدلي بأي تصريح بهذا الشأن، وحتى المحاكم في تركيا لم تدلي بأي تصريح بهذا الشأن. إذن هذا دليل على شو؟ دليل على عدم ثقتهم بقوانينهم، دليل على عدم ثقتهم بالحقوق، دليل على عدم ثقتهم بنفسهم بنفس الوقت يعني. فخلال 24 عاما كم مؤامرة نفذوا على جزيرة إمرالي؟ كم مرة حاولوا اغتيال القائد في داخل الجزيرة؟ كم مرة منعوا زيارات للعائلة؟ حاولوا تسميم القائد، حاولوا انه والله صابتهم مرض، وهكذا يعني. هالسياسات هاي سياسات ازدواجية من المجتمع الدولي ومن الفاشية التركية تستخدم بشكل دائم. كم شخصا أضرموا النار في جسدهم من أجل حماية القائد، من أجل حماية هذه الفلسفة، من أجل حماية هذه القيم الأخلاقية الموجودة عن القائد. من يحرق نفسه من أجل من؟ لكن عشرات بل المئات من الأشخاص رجالا ونساء شبابا وشابات أضرموا النيران في أسادهم، أبان الاعتقال أسر القائد. الهدف بهذا الشكل تم إدانة المؤامرة الدولية، حتى يعني مثل ما بقولوا المظاهرات والاحتجاجات عممت الشوارع البلدان الأوروبية، حتى انجبرت بتلك الوقت الوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين ألبريت، قال انجبرت قالت والله ما عرفنا انه كل العالم وراء عبد الله أوجلان. طيب اذا انت ما عرفتي، اللي اجى بعدك ما بيعرف،
واللي بعده كمان ما يعرف ما يعلم بهالشيء هذا، الجميع يعلم، ولكن للأسف يتهربون من المسؤوليات الأخلاقية، يتهربون من المسؤوليات الإنسانية، ويتركون الفاحشية تمرح وتسرح مثل ما تشاء. يعني القائد عبد الله أوجلان صبور وعنده أبعاد استراتيجية قوية ومتمكن من تحليل كل ما يحيط به. فمثل هذه الشخصية عميقة في التاريخ، في الثقافات، عميقة في الـ في الـ في الـ في الوضع المجتمعي. يعني مثل هيك شخصية ما تتأثر بالمؤامرات، ما تتأثر بالسياسات، لكن اللي بشوف صح بساوي، يعني اللي بشوف مناسب بساوي. يعني هدف المؤامرة هو الاستسلام، ضرب إرادة القائد وفرض الاستسلام على القائد. لكن لو قائد مستسلم كان 6 شهور طلع، لكن 24 سنة من المقاومة وفرض العزلة، فرض التجريد، فرض الشروط والظروف صعبة على جزيرة إمرالي، على القائد عبد الله أوجلان. قائد عبد الله أوجلان من خلال مواقفه، من خلال مواقفه ومن خلال وقفته الإنسانية السياسية، يعني حول السجن، مجرى السجن، إلى الشأن آخر اللي هو مركز ثقافي. يعني أخرج 5 مرافعات، مجلدات لخدمة المجتمعات، لخدمة الإنسانية، لخدمة البشرية. يعني خلال هذه المقاومة لقى الصح عم بيساوي، عم بيشتغل على شيء صح، أما الشيء الغلط ما بتقرب صوبه. لكن هذه السياسات تحاول بشتى الوسائل تسحب البساط من تحت أقدام القائد، ولكن لم يفلحوا، لم يصلوا إلى أهدافهم. الوحيد اللي وصل إلى، الوحيد اللي عم بيصل إلى هدفه هو القائد عبد الله أوجلان، رغم أنه في تجريد، رغم أنه ما في زيارات، رغم أنه في قطيعة بينه وبين العائلة، بينه وبين المحامي يعني، ولكن خارج السجن أصبحت درعا للقائد عبد الله أوجلان لحماية القائد. والقائد يعلم هذا جيدا، والقائد ما زال مستمر في المقاومة. لكن نحن كشعوب، نحن كثقافات المجتمعية، علينا كمان واجبات أخلاقية وقيام بمسؤولياتنا الأخلاقية، الالتفاف حول القائد لحماية القائد، لأن القائد عبد الله أوجلان يعتبر إنجازا تاريخيا ومكسبا اجتماعيا لكل هذه المجتمعات. إذا كان أمس سوريا واليوم إيران، غدا سيأتي دور تركيا. نفس الأوضاع اللي عاشت هذه الدول المتاخمة لتركيا، تركيا سوف تعيش نفس الوضع، سوف تمر بهذا الوضع. يعني تركيا لو متحاورة سلميا مع القائد عبد الله أوجلان كان وضع تركيا اختلف كليا. فعلا تركيا كان قوت من توازنها ومن إمكانياتها في المنطقة، وكانت بوابة رئيسية، تشكل بوابة رئيسية لإرادة الشعوب وديمقراطية الشعوب. الديمقراطية تبدأ من عند القائد عبد الله أوجلان وليست من تركيا. إذا الديمقراطية تبدأ من عند القائد والحرية تبدأ من عند القائد عبد الله أوجلان، وتركيا تعلم وكل الدول تعلم، لو تركيا استغلت الظروف وقامت بتغييرات ديمقراطية وحاورت القائد عبد الله أوجلان، أول المستفيدين من الحوار مع القائد وأول المستفيدين من حرية القائد عبد الله أوجلان هي الشعوب التي تعيش في تركيا. المكونات التي تعيش في تركيا هي تتجه نحو الحرية، هي تتجه نحو الديمقراطية، تنقذ نفسها من الكابوس الفاشية. بنفس الوقت بيكون خنقة الفاشية الموجودة في تركيا، لكن للأسف الوطنية الموجودة في تركيا هي وطنية لحفنة من الشوفينيين، وليس الوطنية للشعب التركي أو المكونات التركية، لحفنة من الشوفينيين. الشوفينية تتحكم، الوطنية لهم، ولكن ليست لباقي المكونات وليس للأتراك جميعا. فهذا يشكل عبء
على المجتمع التركي. فالمجتمع التركي يعني الدولة التركية، الدولة الفاشية التركية متعنت بشدة، ومتماسكة بحلف الناتو، ومتماسكة أين القوي متماسكة فيه، متماسكة بالإرهاب، شجعت الإرهاب، دعمت الإرهاب بهدف القضاء على الكرد ومقاومة الشعب الكردي. وأكثر من 40 سنة مثلا، والحروب والنزاعات والإراقة الدماء مستمرة في تركيا، لكن في تركيا ما في قائد شجاع، ما في قائد شجاع، قائد جريء ما في، شخصية جريئة، شخصية شجاعة، شخصية تملك الفهم العميق لتأمين الأمن والاستقرار في تركيا أو في بلد آخر، لكن للأسف هذا مفقود في تركيا. الرجل الذي يصل إلى السلطة يصبح فاشيا قبل الفاشيين، فلذلك تستمر باستخدام الحرب والأسلحة، تقوم بتشكيل حكومة الحرب، تقوم بتشكيل حكومة العصابات، تقوم بتشكيل حرب الخاصة وهكذا. فهذه الدولة ماذا تجلب لشعبها؟ ماذا تجلب للمكونات التي تعيش؟ يعني أغلب المثقفين الأتراك خارج تركيا، أغلب إعلاميين الأتراك خارج تركيا، أغلب كتاب الأتراك خارج تركيا، طبعا من كل المكونات، إما بالسجن إما خارج تركيا، إما أن تكون فاشيا أو عميلا للنظام الفاشي التركي حتى تأمن لقمة عيشك. فلذلك تستخدم تشتري الأسلحة. دولة تمتلك، أكثر دول العالم تمتلك الأسلحة، تشتري من السوق السوداء من الدول، في دول تتبرع لها، في دول تعطيها أسلحة تقول جربهم مثلا، وضد من؟ ضد إرادة الشعوب. يعني هالعشر سنوات اللي مضت تركيا دمرت حالها من وراء الحرب هذا. فليش يعني؟ وفي النهاية، في النهاية الحكومة بدها تفشل، في النهاية الحكومة بدها تسقط، في النهاية القائد عبد الله أوجلان بده يتحرر، بده يصير رجل حر، يعني مثل ما عملوا في أفريقيا بنيلسون مانديلا، وراح بتركيا بالشرق الأوسط راح القائد عبد الله أوجلان أيضا يعني راح يتحرر ويصل للحرية. يعني لأني في مين عم يدافع؟ في مين عم يقاوم؟ في مين من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان عم بكافح، عم بناضل؟ وفي يعني الشعوب عم تناضل من أجل الشيء. فالحرب هاي اللي عم تقوم فيها تركيا في مقاومة، مواجهة مقاومة الجريلا، مواجهة مقاومة القسد، مواجهة مقاومة اليابهشة في شنغال، في كل مكان تركيا ترى من هو ضد تركيا مباشرة تستخدم الأسلحة وتحارب. فهذه الحرب لم تأتي نفعا لتركيا، بالعكس تركيا اليوم متورطة في الحرب الكبيرة، تركيا عاجزة عن إنقاذ نفسها من هذه الحرب، تركيا فعلا فشلت سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا من خلال أردوغان اللي عم بيخدع المجتمع الدولي، واللي عم بيشتغل على سياسة النفاق والحقد والكراهية. لكن هذا ماذا يجلب لتركيا؟ يجلب الكارثة لتركيا. فالأفضل طريقة للحل في تركيا هو الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، لأن مفتاح السلام، مفتاح الأخوة، مفتاح الديمقراطية موجودة في تركيا، وعلى الأتراك، على الأتراك النضال والكفاح من أجل فتح هذا الباب السلام على القائد عبد الله أوجلان قبل غيره. فهذا يجلب السلام والوئام في المنطقة.